موجود مبادرة مع جمعية البشرى الإسلامية المواطنة، نشاط بيئي من مقبرة القائد الحجاج، ودخل في عمل إنساني نقوم به ولقى اهتمام من الساكنة، ولهذا كان طلبوا من الجهات المسؤولة باش تلفت الأنظار لهذه المقابر هذه. لقينا فيها بزاف ديال الأعشاب وكاين تلوث، وخصوصا كاين السوق اللي جا قريب لهذه المقبرة هذه كيلوث بزاف المكان، ولم الحارس كيتشكى من هذه المسألة هذه، حتى من الباب ما كاينش يعني في حالة يرتى لها، وتنظم يجب الالتفات لهذه المقبرة هذه، وخير دليل على ذلك راه كتشوفوا في المقبرة كتشوفوا الأزبال اللي خرجت منها، لا إله إلا الله.